تمهيدا لتحصيل الضرائب والجبركة ومساعدات مالية للعديد من الفئات المتضررة وللأطقم الطبية، ما تأثير ذلك على الخزينة العمومية وقدرات الدولة المادية، خاصة وأن الحكومة سبق وأن تحدثت على ضرورة توسيع الوعاء الضريبي لتحسين مداخيل الخزينة؟ هذا ما سنناقشه مع ضيفي عبر الهاتف الأستاذ أحمد سوهلية، الخبير في الاقتصاد. أهلا وسهلا بك سيدي. أهلا وسهلا، صباح الخير لك أختي ولكل الضيوف ولكل المشاهدين. أهلا وسهلا. إذا بداية أستاذ، رئيس الجمهورية أقر إعفاء المتعاملين الاقتصاديين من الرسوم والضرائب بسبب كورونا، ما يعني تقليص مداخيل الضرائب في وقت كانت الحكومة تعول عليها بشكل كبير، ما رأيك في ذلك أستاذ؟ نعم فعلا، مجموعة من الإجراءات اللي قامت بها الحكومة نعتقد أنها ظرفية، وهي يعني مهدئات ومسكنات للمؤسسات الاقتصادية من أجل إعادة بعث نشاطها، إلا أن هذه التحفيزات التي تكلمتم عنها اللي هي إلغاء الضرائب، وليس إلغاء يعني تجميد الضرائب أو تأجيل الضرائب إلى وقت آخر، هو نعم سيخلق إشكال للخزينة في الوقت الراهن، إلا أنه فيما بعد لما يتم تحصيلها يعني سنقوم بالتغطية، لكنها أكيد ستكون بالعجز وبالسلب على نعم أستاذ سوهلية. نعم أستاذ، كيف ستؤثر هذه الإعفاءات على ميزانية الدولة؟ نعم ستؤثر عليها من جانب الإيراد، من جانب الجباية العادية للدولة، ما نعرف أن الجباية العادية للدولة تتكون أساسا من مجموع الرسوم والضرائب للمؤسسات الاقتصادية، لأن الخزينة الدولة تنتعش بانتعاش المؤسسات الاقتصادية، يعني ترابط بين المؤسسات الاقتصادية وخزينة الدولة، لكن لعل الظرف جعل الحكومة تساعد هذه المؤسسات بتأجيل هذه الضرائب، إلا أنه سيتم تحصيلها فيما بعد، لكن لا يجب غض الطرف عنها، لأننا في إشكال اسمه منذ البداية، اسمه التهرب الضريبي واسمه التحصيل الضريبي الضعيف جدا، الذي بلغ يعني مستويات قياسية في بداية السنة حوالي 55% تحصيل ضريبي سلبي، وبالتالي فسنزيد من نسبة قوة أو ضعف التحصيل الضريبي، إذن وبالتالي فستكون هناك مهمة صعبة للخزينة فيما بعد، أو يعني لإيرادات الدولة فيما بعد بتحصيل الضرائب المؤجلة. نعم سيد سوهلية، ماذا عن العجز الميزانية لهذا العام؟ كيف يمكن سده مع الميزانية المتضررة أصلا بسبب الركود الاقتصادي الذي سببه كوفيد-19؟ نعم، هو عجز موازنة الدولة أو الميزانية بما يعرف شعبيا، هو في الأصل أنه كل سنة يكون هناك عجز مقصود، يسمى بالعجز المقصود. لماذا؟ لأن الموازنة هذه السنة ويتم تسوية الميزانية فيما بعد، لكن هذه المرة العجز سيكون بسبب النفقات الكبيرة للدولة لتوجيه هذه النفقات إلى معالجة الكوفيد-19، وبالتالي فسيكون هناك عجز كبير، لكنه منطقي، ما نقولوش يعني اقتصادي، نقوله منطقي بسبب الوباء الذي فرض على البلاد. الآن ما هي الآليات، ما هي الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تغطية هذه العجز؟ يمكن قامت ببعض الإجراءات اللي هي التقشف في موازنة الدولة بتخفيض نفقات التسيير، إلا أنه سيبقى عجز موازنة الدولة موجود بسبب تأجيل الضرائب وبسبب دفع الاشتراكات وغيرها، وبالتالي فالأمر أعتقد أنه صعب أمام الحكومة الآن، أمامها توسيع المجال، أمام إنشاء مؤسسات جديدة من أجل توسيع الضريبة فيما بعد، يعني بعد التعافي من الوباء لابد أن يكون تحصيل ضريبي قوي جدا من أجل تقوية إيرادات الدولة من الجباية العادية، إضافة إلى ضعف أيضا الجباية البترولية بسبب انهيار أسعار البترول، إلا أن الجباية العادية الحمد لله أن يعني قامت الحكومة بإجراء جريء جدا، اللي هو تخفيض يعني السعر المرجعي للنفط، تخفيضه من 60 إلى 30 دولار، وهذه شجاعة كبيرة يعني تشكر عليها الحكومة، ويثمن بأن تم تخفيض هذا السعر إلى 30 دولار، واليوم يعني سعر البرميل راهو 43-42 دولار، وبالتالي أعتقد أن الجباية العادية في أريحية لما تم تخفيض هذا السعر.
يعني أستاذ، أنت تعتقد بأنه بإمكاننا يعني تدارك هذا العجز فيما بعد، رغم أنه يعني جائحة كورونا لا أحد يعلم متى تنتهي؟ نعم، أنا أعتقد أن القرار واضح ولا لبس فيه، هو تأجيل دفع الضرائب وليس إلغاء الضرائب، يعني مساعدة مؤقتة ولم تحدد حتى المدة أستاذ. نعم، فيما بعد سيتم تحديدها من خلال قرارات وزارة المالية أو السيد الوزير الأول، لكن في الأخير هي مساعدات لإنقاذ المؤسسات الاقتصادية من أجل إعادة بعث نشاطها، من أجل القضاء على الركود الاقتصادي التي تشهده البلاد اليوم. لكن يجب إعفاء، لما تكلموا على إعفاء أو يعني تأجيل الضرائب، نتكلموا على المؤسسات المتضررة وليست كل المؤسسات الاقتصادية، لأن المؤسسات الاقتصادية الصناعية والفلاحية غير متضررة من هذا الوباء. أعتقد أن المؤسسات الاقتصادية المتضررة كثيرا من الوباء هي المؤسسات الخدماتية أو أصحاب الحرف والمهن وغيرهم. لذلك لا يجب تعميم الأمر، وإلا سنكون في إشكال كبير، اللي هو جباية عادية ستكون ضعيفة جدا بسبب تأجيل هذه الضرائب. إذن معناه أنه يجب إحصاء المؤسسات المتضررة فعلا من الوباء وتأجيل ضرائبها. ما معنى تأجيل ضرائبها؟ يعني فيما بعد سيتم تحصيل هذه الضرائب. لا نعم أستاذ، ماذا عن المؤسسات المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات المستفيدة من تجميد الضرائب والجمركة، كيف سيؤثر ذلك عليها؟ هو المؤسسات المتضررة سيحفزها في قضية تأجيل ضرائبها، لأنها متوقفة عن النشاط أو شبه متوقفة عن النشاط بسبب الوباء، خاصة لما تكلموا عن المؤسسات الخدماتية وخاصة المؤسسات اليوم السياحية. اليوم السياحة في الجزائر معطلة كثيرا، تكلموا عن السياحة ليس فقط وكالة سياحية، الوكالة السياحية، المخيمات، المركبات السياحية وغيرها، كلها خدمات سياحية يعني معطلة، وبالتالي يجب تأجيل ضرائبها من أجل تحفيزها على إعادة بعض نشاطها بعد الوباء. الإشكال الآن يكمن في قضية الوقت، يعني نحن لا نعلم ولا أحد يعلم متى ينتهي الوباء، وبالتالي الإشكال مربوط بانقضاء الوباء الذي سينقضي إن شاء الله، نتمنى أنه ينقضي في أقرب أجل من أجل أن تعود هذه المؤسسات إلى نشاطها. الآن المؤسسات الاقتصادية تنادي بالأكثر مطالب ومن حقها، تنادي بالتعويضات المباشرة للخسائر، تنادي بالتعويضات من أجل أن ما نسرحوش العمال الموجودين بالمؤسسات، وهذا إشكال كبير جدا. اليوم أيضا الحجر الصحي المتزايد كل مرة من طرف الحكومة سيؤثر كثيرا على المؤسسات الخدماتية، خاصة المحلات التجارية. اليوم يعني احنا في بعض الولايات لما نديروا لهم على 5 الحجر أو 8، يعني هو العمل تاعه فقط من 5 الوراء، مش هيخدم ما بين 1 و5، وبالتالي إشكال كبير في قضية كل مرة نمدوا الأجل الحجر الصحي. نعم ممكن لظرف صحي، لكن يجب يعني توقيف هذا الأمر من أجل إنقاذ المؤسسات، لأن المؤسسات اليوم المحلات اللي عنده عاملين، عامل في الصباح وعامل في المساء، أكيد سيوقف عامل المساء بسبب الحجر الصحي لأنه توقف، وبالتالي سنخسر منصب عمل. الآن كل إجراء سيتم دراسته أو لا بد من دراسته قبل اتخاذه، لأن تمديد الحجر كل مرة أكيد سيضر وسيحطم كثير من المؤسسات الاقتصادية التي تعاني من يعني هذا الحجر الذي أصاب الجميع، رغم أن الوباء موجود في الصباح وفي المساء وليس في المساء فقط، لكن يمكن أن يتم اتخاذه لفترة معينة وليس لطول أمده، فكلما طال أمده إلا وتضررت المؤسسات الاقتصادية من الغلق بسبب الوباء. نعم، الخبير في الاقتصاد أحمد سوهلية، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم.